تخيلوا نظام بيستغل طلبة الجامعة، نظام بيقمع الناس بقاله 3 ايام بيقنع الناس بقاله 3 ايام بالانجازات ويقول لك المستقبل والشباب، رايح يعمل كده مع طلبة الجامعة. ومن طلبة الجامعات بعضهم اتصدم، بعضهم اتأزم نفسيا، بعضهم قرر ما يروحش الجامعة تاني الا لما العبث بتاع الانتخابات ده كله يخلص، لان في طلبة كتير اتخذت منهم البطايق غصب عنهم تحت تهديد البلطجية، اجبروهم يعملوا توكيل للسيسي. الجماعة اللي قالوا لهم تعالوا خدوا كرتونة وجريوا، وانا عارف ان ظروفهم وحشة ومعذورين، بس بقول لكل واحد ولكل واحدة فيهم، تخيل او تخيلي ان بنتك ولا ابنك لما يتاخد بالغصب علشان يعمل توكيل للسيسي ويكسروا نفسه ويتهان من بلطجي، ده يسوى ايه؟ تفتكر عمره هيكون عنده امل في عنده امل او عنده اقبال يعني على المستقبل خاصة في البلد؟ عمره ما هيحب بلده ولا هيكون عنده ولاء ليها، لان ارادته بتتفرض عليه او ارادتهم بتتفرض عليه، وهو ارادته ملهاش قيمة. احنا عمالين كل يوم نشوف الشباب، كل يوم عمالين نشوف الشباب، وكل يوم عمالين نشوف الموهوبين في كل حاجة وهم بيهربوا من البلد. هو احنا يا جماعة بنحط راسنا في التراب ليه؟ هو ايه اللي باقي في البلد وايه اللي يسوى لما يتكسر ويتهان شبابها وبناتها؟ ايه اللي باقي في البلد لما يتهان ويتكسر صانع مستقبلها الشباب؟ انا مش فاهم. الست الكبيرة ولا الحاج الكبير اللي طلع يرقص او يغني ويسقف ويطبل، ده مش مشكلة، ده خلاص اتعود على كده من ايام زمان. لكن الشباب، الامل، المستقبل، لما نكسرهم يبقى منتظرين ايه؟ فكروا يا ناس في عيالكم، الكرتونة اللي هتتسولوها ولا المية، مية ايه بس؟ الواحد مش عارف يقول ايه والله. كرتونة ايه؟ كرتونة ايه يشتريك بيها؟ ولا فلوس ايه؟ ولا وجبة ايه؟ الحاجات دي هتعمل لك ايه؟ مش هتكفيك، والله ما هتكفي معاك يوم ولا اتنين. تخيل ان انت بتضيع مستقبلك ومستقبل عيالك واحفادك عشان وجبة ولا كرتونة، عشان 200 جنيه يا عم؟ ايه الجبروت ده؟ والله حرام عليك، كفاية كفاية كده. مش لازم التاريخ يفضل يتعاد بحذافيره كل مرة والبلد تخسر وشبابها يخسر. ما هو عبد الناصر لما اتهزم في 67 عمل مسرحية اسمها مسرحية التنحي. وقتها انت عارف عملوا ايه؟ خدوا هدوم المساجين السياسيين لبسوها للمجندين ونزلوهم الشارع يهتفوا ويعملوا انهم بيتظاهروا وهم مساجين سياسيين قايمين بالدور، ويقولوا له كمل يا ريس بعد ما ضيعت مننا سينا وضيعت مننا الجيش، كمل المشوار. ليه مصرين نعيد التاريخ بكل مساوئه؟ مين يكمل ويكمل ايه؟ يكمل هزيمه ولا نكسه؟ يكمل خيبه ولا يكمل ديون ولا يكمل خراب وضياع؟ يكمل بيع في البلد ولا يكمل اهانه وكسره نفس لاولادكم وبناتكم؟ يكمل تقسيم في مصر ولا يكمل يبيع في ارضها وعرضها وشرفها وميتها وعيالها؟ يكمل ايه؟ والله حرام. لازم يكون للي بيحصل ده اخر، لازم يكون في اخر. عموما دلوقتي المشهد اكتمل، ناس اتضحك عليهم وقالوا لهم تعالوا رحلة، وناس قالوا لهم تعالوا حفلة، وناس تعالوا عشان تاخدوا الكرتونة، وطلبة تعالوا قابلوا رئيس الجامعة، وموظفين قالوا لهم تعالوا في اجتماع مهم ومحدش يغيب وحيتمم عليكم بدفتر الحضور والانصراف، واللي حيغيب حنودي اسمه للأمن الوطني والمديرية حتاخد معاه إجراء. كل دول اتجمعوا وحطوهم في الصورة دي. ايه رأيك في الصورة؟ حلوة الصورة؟ وما تستبعدش ان فيها فيديوهات قديمة عادي، يعني اصل احمد موسى واللي زيه مش مصليين على السجادة. لكن ما علينا، اتجمعت الصورة دي وطلع احمد موسى واشباهه ويفهموك ويقنعوك ان الشعب كله في الشارع بالملايين نازلين يأيدوا السيسي. بص معايا اهو،
أحمد موسى، شعب مصر في الشوارع والميادين لدعم الرئيس البيصي. ويكمل المشهد بقى بتعريضة عابرة للحدود من بطل فن التطبيل في مصر والعالم العربي مصطفى بكري، بكري مان، وهو بيقول ايه؟ شوف معايا كان بيقول ايه. بيه انتوا يا مصريين اللي صامت، اسمعوا 77 رئيس السادات. نفس الحنجرية اللي ضيعت البلد، نفس الحنجرية اللي أقنعتك وبلدنا مهزومة مهزومة وجيشنا متدمر وعيالنا ميتة في الكنال وهناك في سينا، نفس الحنجرية بتاعت أحمد سعيد. دخلنا تل مش عارف إيه، دمرنا مش عارف مين، خلينا وسوينا إيه، وابقى يا جمال فأنت الأمل. نفس القصة بتتعاد تاني. مفيش مانع إن واحد زي أحمد فؤاد سليم الضابط السابق في الجيش المصري واللي طلع اتلمع قبلها بيومين طبعا مع اسعاد يونس في صاحبة السعادة، نجيبه. مفيش مانع نجيبه يقول كلمتين حلوين، لان الناس دلوقتي ما بقتش تصدق احمد بدير ومحمد فؤاد واحمد السقا والناس دي. فيعمل ايه السيسي؟ عايز ناس موثوقة، فيجيب حد جديد ورصين وشكله راجل كبير، وياريت يبقى ضابط سابق عشان ما يجودش من عنده ويسمع الكلام بالامر ويقول الكلام اللي احنا عايزينه بالظبط. وده اللي عمله الفنان الكبير احمد فؤاد سليم. تصريحه احمد فؤاد سليم: تعالوا ندور ونفكر مين يقدر يعمل اللي عمله السيسي في 10 سنين. مصر اكيد ولاده، بس احنا خلاص اتعودنا على راجل مخلص بيشتغل للبلد وبيبني وبيدور على مصلحة البلد باخلاص. ده اللي قاله احمد فؤاد سليم. وانا والله لو عندي وقت كنت جبت لكم نفس الكلام ده كان بيتقال ايام عبد الناصر. كده المشهد تمام التمام. جاء وقت حتة الكريزة بقى. جاء وقت الفيلسوف. اظهر وبان عليك الامان وفاجئ الناس بشيء جديد، بجملة جديدة، بحركة جميلة، بحتة كده البنبناية بقى، حاجة محدش يتوقعها. خش علينا توحى. فإنني بإذن الله ألبي اليوم نداءهم مرة أخرى وأعتق العزم. أول مرة تانية يا رب أكون أنا أولى بها، يا رب أكون أنا أولى بها، وأعتق العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة. خلصت؟ لا كمل. إزاي تخلص كده؟ يا رب أكون أنا أولى بيها. دي تعويذة؟ ده حجاب أمك عامله لك مثلا؟ يا رب أكون أولى بيها. هو فاهم كده إن ده دعاء حلو جديد هو بيعمله. هو تقريبا عايز يقول يا رب أكون قدها، يا رب أستحقها. بس هو ليه طقوس، بس طقوس خاصة. أهم حاجة حط الناس في قفاه وبعدين أي حاجة تمشي. ليه طقوس خاصة في الدعاء، فقال اللي انتوا سمعتوه ده: يا رب اكون اولى بيها. وهوب تنزل العناوين والاخبار ترف عن الزعيم، هذا الزعيم الذي لبى نداء الشعب والجماهير العريضه. انزل يا ابني باي حاجه فيها حاجه كده كبيره ورينا يا ستي. تلبيه لنداء الشعب المصري، الرئيس البيصي يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. كما لبيت نداء المصريين من قبل، فإنني ألبي اليوم نداءهم مرة أخرى. عقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة.
أعدكم بإذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها. يسعدني أن من لهم حق الانتخاب ينزلوا حتى لو لم يختاروني. نعمل من أجل وطن من أجل الوطن ورفعته. لا أنا الكل أنا هقعد نأدي بقى. هو عاجل الرئيس البيسي يستجيب لملايين المصريين بالميادين ويعلن ترشحه لمؤاخذة الانتخابات الرئاسية اللي بعده. وإيه مش كتير قالوا كده؟ أشرف زكي شكرا للرئيس البيسي على استجابته لطلب الشعب المصري بمختلف طبقاته. عزيز المواطن، انت طلبت من حد حاجة؟ لا مش الدليفري بتاع امبارح. انت طلبت من حد ينزل يترشح عشان انت عايزه؟ تعال شوف معايا تعريضات عالية عالية قوي. مصطفى بكري: قرار ترشح البيصي للانتخابات الرئاسية الجديدة جاء استجابة لمطالب المصريين حتى يستكمل مشروع الوطني الذي بدأه عام 2014. عشان يخربها. لا شيل ده كتير قوي. دي يخرب بيتك. ده كتبها ازاي دي يخرب بيتك؟ لا شيله يا راجل شيله. ده ايه ده؟ نشأت لمؤاخذة دي الرجل المهذب صاحب الخلق الرفيع الذي يترفع عن الصغار والصغائر يطالبنا متجردا مخلصا صادقا أن انحاز لمصر الدولة والأمة والمشروع بصرف النظر عن الأسماء. يطالبنا أن نتمسك بثوابت. يلا يا عم روح. ايه ده كله ده؟ يخرب بيت أبوكم. ده أوفر أكت اللي هو إيه؟ أنا كنت متأكد هو نفس الأوفر أكت. طبعا المشهد اللي السيسي رسمه وخطط له من بدري وعمله ونفذه علشان يودي رسالة مش ليك عزيز المواطن، أنا آسف. الرسالة دي مبعوتة لقيادات في الجيش، قيادات بتقول له وضعك مش تمام، للكفيل اللي عايز يطمن إنه بيستثمر صح فبيقول لهم يا جماعة شفتوا أنا جامد ومسيطر، وبالمرة يبعت رسالة صغيرة كده للشعب الغلبان يقول له على فكرة أنا فرعون جامد جدا ما بتكسرش. عموما حاول تعرف او حاول تفهم كلام هنا لعبد الفتاح السيسي. حاول تفهم يا سيسي الموضوع مش هينفع، والمرة دي غير كل مرة. اللي حصل في مطروح وفي المنوفية وفي غيرها من المدن في انحاء جمهورية مصر العربية بيأكدوا الرسالة. محدش طايقك، محدش عايزك، ولا البلد دي عادة تتحمل تاني، واللي حواليك بيقولك كمل وانت جامد وكبير وحلو وجميل، دول علشان مصلحتهم مش مصلحة مصر. حتى اللي كانوا في معسكرك بيعترفوا بده. شوف عبرين عيسى بيقول ايه. ولهيمة: وطن قوي لا يبنيه مواطن بلا حقوق، وطن قوي لا يبنيه مواطن خائف او مواطن جعان. وطن قوي يا ابراهيم عيسى ما تبنهوش يعني نخبة فاسدة بتطبل برضو. ابراهيم بالمناسبة هات لنا بقى معتز عبد الفتاح وكمان بيقول لك ايه. كل شيء حوالينا بيؤكد لي ليس لها من دون الله كاشفة. آمنا بالله. حتى ممثلين ممثلة بحجم تيسير فهمي، جيل يعرف تيسير فهمي كويس، النهاردة عملت توكيل ووقفة بيه بتقول صوتي لطنطاوي، يعني بتقول السيسي كفاية. اهي تيسير فهمي لو انتم مش فاكرينها افكركم بيها. تيسير فهمي توكيلي لأحمد الطنطاوي. تيسير زي كتير من الممثلين والممثلات على فكرة اتهانوا واتركنوا في عهد السيسي. ليه؟ لحساب شوية عيال ما لهمش لازمة، ما عندهمش حتى لا كاريزما ولا موهبة. كل كاريزمتهم وموهبتهم انهم بيطبلوا لعبد الفتاح السيسي من قلبهم بشدة وبإخلاص، بيطبلوا لعبد الفتاح السيسي ومستعدين يعملوا اي حاجة علشان السيسي، علشان يفضلوا يتعرضوا في الشاشة، عشان يفضلوا ياخدوا فلوس. انما لما تدور وراهم ما قدموش قيمة واحدة، ولا عملوا عمل فني واحد يرضي ربنا، ولا يسيب اثر يبني في المجتمع. دول السيسي قدمهم ولمعهم وركن ناس كتير عندهم موهبة حقيقية، وشفنا منهم ناس على تيك توك وغيره بعضهم بيعيط او بيشتكي او بيعصب او بيقول انا مش لاقي اكل. عموما بعد كل اللي عرضته لحضراتكم ده اقدر بنفس راديو اسألكم الختمة الحلوة لافراح السيسي
ولياليه الملاح، الختمة اللي حصلت في مطروح والمنوفية وغيرها من محافظات مصر، المظاهرات بتاعت مرسى مطروح والهتاف ضد السيسي، يا ترى بيدل على ايه؟ ده سألته لكم في الاستبيان، هسمع منكم دلوقتي. هنشوف ارقام الاستبيان وهنشوف مع بعض بعض التعليقات. من 6 ساعات سألنا وقلنا يا عزيز المواطن، مظاهرات مرسى مطروح والهتاف ضد السيسي بتدل على ايه؟ اكتر من 8500 مشارك اشتركوا معانا في هذا الاستبيان، 15% بيقولوا الشعب رافض وجوده في الحكم، 2% بيقولوا محدش مقتنع بكلامه في مؤتمر حكاية وطن، 4% بيقولوا او شايفين ان لسه الثورة مستمرة ومطروح دي بداية جولة جديدة، اما 79% من اللي اشتركوا شايفين ان كل ما سبق صحيح. نقرا مع بعض بعض التعليقات من حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، صدق الله العظيم. اكرام بيقول اتقوا الله في بلدنا مصر، عاوزينها تخرب، تسمع كلام العملاء واصحاب السبوبه اللي كلهم بينخروا في بلدنا من بره والخسه والنداله من الداخل، يوم ما تخرب محدش هينفعكم. صحيح، يوم ما البلد تخرب محدش هينفع حد، احنا واقفين هنا بقالنا سنين علشان ما تخربش. محمد بيقول ان وعد الله حق، ان الله لا يحب القوم الظالمين. طارق بيقول الغريبه اشمعنا مطروح مع ان مطروح من المحافظات اللي اتطورت بطريقه كبيره، اللي بيحصل ده اسمه جهل، ناس عايزه ثوره وخلاص، مش يمكن ناس فاهمه وواعيه ومش راضيه بعيشه الذل، او ما همش لجان او رايهم من راسهم. ايه رايك يا طارق؟ التعليق اللي بعد كده لاحد المشاركين بيقول يا رب نصرك، يا رب زيح الغمه عن مصر والامه كلها. احد المشاركين قال ان الله لا يفلح عمل المفسدين وحسبي الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا. اما احمد فبيقول حسبنا الله ونعم الوكيل يمهل ولا يهمل، مصر العميكه الى زوال بحكومتها وزعيمها الكذاب الاشر. اما ياسر بيقول ربنا معانا يا رب. التعليق اللي بعد كده بيقول الله اعلم، محدش يقدر يعرف حكمه ربنا ايه في اللي بيحصل ولا عارفين ربنا هيزيحه ازاي. ريم بتقول الترامادول اشتغل ويحيى الامل. اما الحوت الازرق اللي بيتابعنا دايما بيقول اللي سموا نفسهم ضباط وكمان احرار وسموا انقلابهم ثوره وهم لا طلعوا ضباط ولا احرار، طلعوا اشرار وحراميه جابوا لنا هزايم 56 و67، وكان الجنيه المصري بيعادل 6 دولار دلوقتي الدولار الواحد بيعمل 40 جنيه، يبقى مين هم الحراميه؟ سؤال منطقي. التعليق اللي بعد كده بيقول الرحيل بقى شيء مطلوب قبل الشعب ما ياكل طوب. الرحيل بقى شيء مطلوب قبل الشعب بيسجع، قبل الشعب ما ياكل طوب. استقيل استقيل واحنا نجيب حقنا في النيل. لا ده كله سجع بقى. حجاج بيقول بسم الله الرحمن الرحيم فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، صدق الله العظيم. ريم بتقول كل الدعم من المغرب، نحن نتابعكم بكل فخر ونتألم لما وصل له هذا المجرم البلاد، او لما اوصله او اوصل له هذا المجرم البلاد. طيب شكرا ليكي وشكرا لاهل المغرب. ابو الصادق تقريبا او عبد الصادق مش واضح الاسم بيقول المفروض اللي تم في مطروح يتم في جميع المحافظات، النت قاطع على بعض البرامج وعجبي. ده تعليق. التعليق اللي بعده من عمر بيقول بتدل على ان فيه حريه تعبير عشان كده ضربوهم وحجزوا بعضهم في الاقسام لحد دلوقتي، ده اللي محدش قاله. يحيى الامل تعليق. التعليق اللي بعده والله كل الفئات مش عايزاه. التعليق اللي بعد كده مش ده اللي قال والله 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 ولا ثانية ضد رغبة الناس، طبعا ده كلام ثبت به الشعب. لا احنا ما حدش بيثبتنا ولا حد بيضحك علينا، واسألوا الناس اللي نزلت والناس اللي راحت وجت وقالت وشافت. عموما قبل ما اخد اتصالاتكم عايز اوريكم احنا وضعنا الاقتصادي وصل لفين. السيسي اللي اعلن ترشحه وطبعا ما قلناش هو ناوي يعمل ايه، برنامجه اللي قدمه للشعب عبارة عن ايه محدش عارف. بالنسبة لوضعنا الاقتصادي
فانتوا عارفينه وعايشينه وشايفين اكتر من اي حد. هكمل لكم بس الجديد والجديد. شوف معايا في موضوع الاقتصاد، مورجان ستانلي متشائم حيال ديون مصر ويحذر من زيادة المخاطر. ده بنك امريكي بيقيم سوق السندات المالية في الدول. احنا تقريبا كل المؤشرات العالمية بقالها اسبوع بتصرح علانية كده انها بتراجع موقف وملف مصر وناوية تغير تصنيف مصر. مورجان ستانلي تحديدا بتقول للمستثمرين بلاش مصر، بلاش تستثمروا في مصر، محدش يودي فيها استثمارات في سوق السندات لان وضعها خطر ومش مضمون. طب الوضع ده هيتحسن قريب؟ برضو بيردوا يقولوا لا، لان مصر المفروض تسدد خمس ديونها السنة اللي جاية 2024. اهو خمس ديون الخارجية لمصر تستحق السداد في 2024، اللي هم كام؟ اللي هم يعني ما بين 30 مليار وزيادة، في منهم 44.1 مليار دي ديوننا للدول العربية. طيب قدام الوضع ده المفروض السيسي هيقدم برنامج عملي يقول للناس هيعمل ايه في المشاكل؟ مش ده كان طلب عمرو اديب واحمد موسى ونشأت والباز؟ مش ده ده اللي طلبوا من المرشحين يقولوه؟ مش انتوا عايزين المرشحين يقولوا، المرشحين للرئاسه يقولوا هيحلوا مشاكل مصر ازاي؟ طب هتقدروا تطلبوا ده من السيسي يجي يقول لنا المشاكل اللي هو عملها هيحلها ازاي؟ عموما السيسي ريحكم وقدم للناس كلها برنامجه الانتخابي. عزيز المواطن، اذا كنت بتسال عن البرنامج الانتخابي لعبد الفتاح السيسي فلا مؤاخذه اسمع الكلمتين دول، علشان هو ده البرنامج اللي السيسي بيقول لك عليه. انا عايز اقول لكم ان انا عمري ما قعدت موعود ولا قلت كلمه ما اقدرش اعملها. انا كل اللي حاضر اقول لكم ان انا هفضل اشتغل 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 وربنا اللي يوفق. طالما قال لك الله الموفق والمستعان، فاكرينها بتاعت عمر سليمان؟ وطالما قال لك هشتغل هشتغل هشتغل، فهو يعني هو انت كنت شغال؟ ما انت كنت بطلان عطلان مريح، ما انت بتشتغل. المصيبه زي ما قال حد من الناس السياسيين المصريين الوطنيين في 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 قعده ما، قال عبد الفتاح السيسي نشط جدا في الخراب، نشيط دينامو شغال في الخراب، بيفسد بسرعه فسدتين في الثانيه، افساد عالي المستوى متكلف يعني. عموما عايز اسمع منكم، هستنى اتصالاتكم على الارقام اللي قدامكم على الشاشه او تبعتوا لنا على الواتساب واحنا نكلمكم. بس قبل ما نعرض حتى التقرير على حضراتكم، انا عندي فيديوهات النظام بيقول ايه على لسان اعلاميين مثلا زي احمد موسى وزي احمد فؤاد سليم الفنان والسيسي نفسه والناس نفسها بتقول ايه. يا ريت تسمع الفيديو ده كويس، مفيش رد مني، ده كلامهم قصاد كلامكم انتوا، وعندي انا والله دايما كلامكم انتوا الاصدق. تابع معايا وشوف اربع فيديوهات باربع مواقف باربع ردود برضو من حضراتكم. شوف معايا. تهنئه لحضراتكم اولا، تهنئه لشعب مصر العظيم اللي منتشر في كل حته، ما في ميدان ولا شارع بنرجع ل 30 يونيو. بصوا يا جماعه، قالوا رحلات ببلاش والجمعيه عاملاها للناس الغلابه، واللي عنده عيال يجيبها واللي عنده جيران يجيبها واللي عنده اي حد يجيبه يتفسح، وهدايا للاطفال ما تضحكنيش، ما لازم نفضحه. وفي الاخر طلع عايزين ننتخب السيسي، ما طلعتش حفله، طلعت انتخاب للسيسي، بيوروا الشعب ان السيسي الوطن عايزه، لكن احنا مش عايزين والله. احنا جوعنا اساسا، جوعنا وبهدلنا والحاجه جالت والناس اتشردت، الناس جايه عشان وجبه، الناس جايه عشان خاطر فسحه فسحه. يعني احنا رايحين من جنوب شمال سيناء الى جنوب سيناء الى مطروح الى الوادي الجديد الى بورسعيد الى اسيوط الى المنيا الى سوهاج الى قنا الى الاقصر الى اسوان الى الشرقيه الى المنوفيه الى اسكندريه، كل محافظات الجمهوريه الى دمياط، كل محافظات الجمهوريه تغني، كل محافظات الجمهوريه تحتفل، كل محافظات الجمهوريه تحيا مصر، كل محافظات الجمهوريه تحيا الرئيس عبد العزيز، كل محافظات الجمهوريه تحية لجيشنا العظيم، شرطتنا العظيمة. واو، ارحل ارحل يا سيسي. ولا احسنة يهم ولا سجن يهم. ايوه يا صاحبي. ما يردوش. ما
تجيش السيسي يا ربنا كيف في التليفون يا جمعة ربنا اصحى يا جمعة واه ما يردوش السيسي يا جماعة قبل كان في حفلة توا قال لك ما يردوش السيسي والله ما نعرفين ما تسمعنا الحكاية اسمح لي اشكرك باسمي وباسم كل مصري ومصرية على شجاعتك واخلاصك في العمل وسعة صدرك على حسن اخلاقك اللي صارت قدوة لينا ولاولادنا على ثقتك وايمانك بينا وتوكلك دايما على الله. النهارده انا مش بشكرك لوحدي انا معايا ملايين المصريين من حقك تسقط النظام من حقك تهتف ضد النظام من حقك ترفض النظام بس اوعى في يوم من الايام تربط ما بين النظام والدولة يسقط السيسي وتحيا مصر اوعى تقول لا تحيا مصر تحيا مصر لان مصر مش السيسي حتى لو هو حاول يحتكر الشعار ده بس مصر مش السيسي مصر بلدك وبلدي مصر عظام اجدادنا واهالينا ومستقبل وشمس ولادنا اللي هتيجي بعدنا اللي لازم نديهم بلد تستحق وهم يستحقوها تستحقهم وهم يستحقوها بلد كبيرة وعظيمة زي ما كانت طول عمرها زي ما والدك سلمها لك وجدك سابها بلد عظيمة أي نعم في مشاكل في حكم فاسد بس اوعى تفقد إيمانك ببلدك اللي شفناه مع بعض ده الناس والناس وصل لهم الإحساس ده زي ما الفيديو ده بيقول لك بالظبط أو الصورة دي اللجنة الوطنية للانتخابات بتقف على مسافة 1.5 من الجميع لأن الناس مش مصدقين الفيديو ده أو الفيديو وولد أو الصورة دي بتعبر عن الحال إزاي بتروح تقف ساعات عشان تعمل توكيل لأحمد طنطاوي وتتضرب والبلطجية يهينوك وإزاي علشان تعمل لعبد الفتاح السيسي توكيل انت مش محتاج تكون عايز تعمله له اصلا انت بياخدوا منك البطاقة في الشارع ويخلصوا الموضوع هستناكم بعد التقرير عشان نفتح مع بعض استديو صوت الناس اسمع منكم بشكل مباشر نشوف التقرير واسمع منكم حاجة غريبة قوي وبنلاحظها كلنا بعض المناصرين للمرشح الفلاني بيعملوا حاجات غريبة قدام الكاميرا في 2014 شفنا الأيقونة الشهيرة CCS وفضلت أيقونة لحد ما جت انتخابات 2018 الناس بتستغرب دي ليه بتصرخ وليه وقعت الحقيقة مناصرين المرشح الفلاني بيعملوا حاجات غريبة وده برضه عامل استفهام كبير جدا لدى كل رواد السوشيال ميديا والسؤال هل دول بيمثلوا مصر على العموم؟ تعالوا نشوف اللي جاي أيقونة برضو تداولها الشباب على كل منصات السوشيال ميديا مستغربين هي المواطنة دي بتعمل كده ليه؟ ليه كل اللي بينصروا المرشح الفلاني بيعملوا كده؟ فضلنا نراقب ونشوف يا ترى هنشوف الظاهرة دي في 2023 لحد ما لقينا كده مفيش شك ان الشعب المصري شعب رائع وعظيم ودمه خفيف لكن هيظل السؤال الجزء ده من الشعب بيعمل كده ليه لحد ما لقينا الإجابة نعلمهم الحقيقة العلم العلم الحقيقي ان الحكاية كانت كده واحنا كنا كده وبالرغم من كده عملنا كده ودي المعجزة بس انا كشخص مش عايزة حاجة ترخص انا راضي والله العظيم راضي